عاد روحك. صحف طوركم ومرحبا بكم معنا في كاميرا كاشي قادر روحك. اليوم جبنا لكم يحيى. قرب الميكرو والميكرو تقربوا لعندك. معليش انا من الميكرو. ها يا خبيب مسكينكم حاطين هذا عروسكم. تفضل تفضل الكاسه. معليش لا ان شاء الله يكون عمل بيناتكم. طبعا طبعا احنا نستانس ونتشرف. لعبك انا خايف من السويون. شاب يحيى عاقل انتيك وليد فاميليا بصح ما على باليش واش راح تكون الرياكسيون ديالو اليوم. قابرته كان راه قدم عليه حمر الدار بالك. انا امضي والله ثم الله سبحانه ما يقول الفنان هذا مجنون. الفنان ديالنا الشاب يحيى مساء الخير. مساء الخير نبيل. مساء الخير مستمعين. مساء الخير كاع الشعب الجزائري. كاع الشعب الجزائري. كاع الشعب الجزائري. ضيفنا لها اليوم راح يكون الشاب يحيى. تخلى شويه حش معنا. عرفنا على يحيى الناس اللي ما تعرفكش لوكال وراه تشوف اللي تقول شكون هذا. عندي دي كومبيلاسيون. يا ابدا يحكي على لي بروجي ديالو. كتبت وانا لحنت وانا كومبوزيت. رشام حميده ولا عبد حميده؟ ها كيما حبيت. كيما حبيت كيما حبيت خويا. اللهم لا نروحوا نسمعوها مستمعينا مستمعاتنا الكريمات. هاي راحت الحشمه. حكايت هذه كيفاش دقت عليك؟ احكي لنا يا خويا واش خصك؟ يعني قلت لك القصه هذه كاين بزاف ناس عايشين كيما نقول لك شغل الحالات النفسيه وما على بالوش واش صار. اراه دخل المطيري الديريكتور الخليجي. هذا ماهوش في البروغرام خليجي. ما نعرفوش مين باه الانسان ما عندي معلومات عليه انا. ماشي انا ضيق في القلوب. مريض المطيري يلا طير. المفروض ما كانت مقررة الاستضافة هذه. أستاذ جاسم المطري. لا جاسم المطيري. اشتوى المطر خلطتهن أنا بيه. إن شاء الله مطر خير. راح تتدخن يا عيني. الشركة تتكفل بكل شيء بكليبات بالألحانة يعني كل شيء. جميل راني نجري. راني نجري ونشارشي عليك. ونشارشي عليك راني نجري ونشارشي عليك. هذا عنوان تاع أغنية يعني اللي راح نسمعوها دوكا. لا فرح بيبي. عياس قعدت محوس كي عليك ويا شرح لي فني يسدولي لي وراكي شي قوم. قاعد غير تجري موراها وتشارشي ولا كيف؟ أستاذ جاسم المطيري. نعم. يعني تعرف الراي يعني عندك معلومات شوية على الراي. نحن ضايع يعني حسيت فنان ضايع. المطيري بدا غيري تيري. هدا لها غلط دكدا ما عرف يمكن خطأ في التسجيل. الخليجي عيش مع لاره. أخي العزيز شوف ما كانش خطأ في التسجيل لكن فهمك. نعم. يعني أنا على حساب رأيي على حساب رأيي الأغنية هذه ما فيهاش مشكل وكنت أبدلك فيها مشكل يا أخويا. احنا مدي يعني قلنا تمد لنا رأيك يعني هكذا سطحي. خدم في الغش صار وكأنه موضة الغش. يحيى بداية الشعر الله غرقلقنا. دي هدرة هدرة هدية. راها دخلت سلمى صابت هم خلطة. كاين والو. دير دير الكاسكو ودير الناس. كاين بيليا سلمك بالله في وجهك. كاين والو. والو اختي ما تهمنيش. كاين والو. هذا ما كان والو هذا جاي كاسكو بينا يشوف فينا كباش واقيلا. نسمعوا في غنية راني معول. راني معول في حال الشابة فنانة ديالنا الشابة سلمى. هي كبيرة ليك يا سلمى. الغنية اللي راح نسمعوها دوك احكي لنا عليها شوية. شو من البوم نقدر يعني مع الأخ يعني طبعا نسمعك استاذ شيء جميل. جاسم المطيري طبعا شي موسيقى جاسم موسيقى هكذا وهكذا ما في قلقني انا قول يدير فيش بيبليسيتي ما ايش حاب نبهدلكم. نسمعوا برك الاخت اعطينا حاجة هكذا مقطع سلمى يعني ف هكذا كيما راه ما معليش تفضلي يلا ما يخالف ما يخالف تفضلي. وهرا وهرا يا سعدك يا لطرش هجروا منك ناس شطارة الغربة صعيبة وغدارة ما شاء الله. يعني مع ال يعني بعدين كل شيء ينضبط يعني بعدين مع ال بلغش اوركسترا وال بلغش بلغش شلون غش ينضبط بلغش الثعلب لما ما يلحق العنب يقول عليه حامض.
انت تكلمت اذا هو ما يتقبل نصائح يحيى محترمك ما احترمتني هذا اعتداء انت ما احترمت انا واحد اخر انت ما احترمت جيسي وش نسبعته وش نسويت الحين ضربتني انت يا اخويا يحيى لا انت اعتديت بالدقيقه نكملوها حبس يا زين انا خايف من السويون ايش فيك الاخ الفاضل هذا ايش فيك أروح. ايش فيك يا اخي يحيى فنان جزائري الله غالب الدبوس خون فقط تعطيني اسم الاخت اذا كان ممكن سلمى زين ايش اسمه سلمى الى ان يستهلك دوره يا اخي فاضل احنا متعاملين مع الوضع ما دركي ما نحب راني في بلادي ما قلت لك ما تهدرش معاه لا يحيى ما تهدرش معاه ما تهدرش معاه يعني نهدر معاه خلاص معليش ريح زين خلاص راح نكمله خلاص راح نكمله وليش نشتريها ليش نشتريها اني ما تقلقش روحك يا يحيى ديما تخير كاميرا كاشي راس كاميرا كاشي يحيى خلاص احنا نقولوا لك صح رمضانك دير في بالك حاجه معانا ومعنا بيل ومعريضه واحد ما يسلك دغيا خلصت وحده في شيء وتروبوزي قول لهم ان شاء الله العام هذا تاع رمضان نصوموا بالصحه والهنا كما كاع العوام ان شاء الله ويدخل علينا بالهنا والصحه ان شاء الله ونصيبوا الخير ان شاء الله وعلى عام ان شاء الله وحنا في الخير ويعطيكم